طير مصيب بيب 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 شوفوا على ريف بيب 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 يا مخطير مصيب بيب 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 شوفوا على ريف بيب 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 يا مخطير مصيب بيب 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 شوفوا على ريف. ان شاء الله طال عمرك ان شاء الله مع السلامه. حقدر قبل المدير؟ معليش يعني زير المدير عنده اجتماع مهم وما اعتقد قبلنا، لكن ان شاء الله يخلص الاجتماع يكون باله رايق اطلبك من المكتب. الله يعينك. شكرا. شكرا حبيبي. نعم نعم والله مشغول معليش باذن الله مع السلامه. والله حقيقه انا مشغول الان. زين كلموني ان شاء الله بالليل. خير ان شاء الله. يا هلا ومرحبا. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا طال عمركم. كيف هلا. هلا ابوي هلا. ابو الوليد موجود؟ ايه طبعا. تفضل منتظرك من اول. تفضل. خير ان شاء الحقيقه يا ابو عادل احنا يسعدنا جدا التعامل معكم وزيارتكم اليوم لمكتبنا هذا بصراحه نعتبرها تشريف لنا. تسلم تسلم لك مساعد. فالحقيقه هو السبب ان طلبنا مجيئكم هنا انه الحقيقه ابغى اطلع انا وياك اطلاع كامل على تفاصيل المشروع قبل ما نقدمه لمجلس الاداره. نعم. يا خالد لو سمحت انا ما ابغى حد يدخل عندي، انا عندي اجتماع مهم جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الظاهر ان ذا مكتب مساعد مكتوب عليه مكتب الرئيس، قالوا لي الجماعه لما تجي اذفر الباب اللي جنب الغايم اللي هو تلقى الرجال في وجهك وادخل عليه وما عندك خطر. وين الله يسلمك. يا رجال اذا مساعد ما هو موجود بنتظره في المكتب لما يجي ان شاء الله. روح صلي يا رجال. المدير عنده اجتماع مهم. مهم كل مره مهم يا رجل اقول عند اجتماع انا افهم انا تكال هفهم كل شيء. مشكور انك تفهم. مشكور 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 انك تفهم بس شكلك لا تفهم ولا داري عن شيء. اقول ارفع حسك عشان اسمعك. اقول ترى انك سريع. تفضل. سريع. انا سريع؟ إيه. الكلام ذا ينقال لواحد الغريب ما ينقال شراء. انا رجال من هالبيت ممنوع ادخل وما عندي غطاء. لو سمحت لا تحجني. اقول وراك لا تحدي نفسك. اقول ارجع استريح. اقول انقلع عن وجهي. اقول انقلع يا رجال. الحقيقه يا ابو وليد انا اليوم مفرغ نفسي تماما وجاي عشان نتناقش في موضوع المشروع. والله انا شاكر ومقدر وعارف ان وقتكم ثمين. الحقيقه بس انا حبيت اجلس انا وياك اكثر على اساس التفصيلات علشان يكون الموضوع واضح. يا رجال اترك يد بس. الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اقعد يا رجال اقعد يا رجال خلينا احنا ابدا اسلم على الرجال الغريب ثم بعدين انكس عليك ملحوقنا عليك يا رجال. حيا الله استاذ. هلا ومرحبا ابوي. هلا. وش حالك؟ هلا ابوي. هلا. والسلام. يا طول الرجال طول. يا ابوي ايش فيك؟ وش ساعد؟ وش ذا ابوي؟ يا زين بشته. ايش وحوش فكر داخلك؟ الله يا مساعد الله يا مساعد. وش هالزين وش هالقشقش وش تلق ما شاء الله تلق تلق تلق. لكن اسمع ممكن انك تصير مدير على الناس كلهم الا لا. انا باخصك مدير يدي كلها. اسمعني مدير مكتبي ما قال لك ان عندي اجتماع؟ لا والله قال وزاد عليه ان اجتماع مهم شفت انت؟ لكن مسكين معذور والرجال تكفى لا تخصم عليه.
تكفر تخصم على الرجال ما يدري اني انا ولد خالتك وما عندي غلطات، صح يا استاذ؟ زينك مساعد انا ابشر يا الحين وجيك وقت ثاني. لا 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 الله يحيك طال عمرك، استريح استريح انا اسف والله يا طويل العمر، استريح استريح. والله الاجتماع اللي راح يتاجل لا 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 الله يحيك استريح طال عمرك استريح. لا 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 لابد من نقاش الموضوع انا وياك. اسمع يا جماعه الخير اسمعوا 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 اسمع. تناقشوا مثل ما تبون، انا ما عندي مشاكل ما عندي مشاكل، تناقشوا تناقشوا. الحقيقة يا مساعد انا توني جاي من الديرة، الوالد والوالدة يسلمون عليك سلاما كثير ويقولون وش الرجال ما جاء. مساعد اسمع الكلام، والله ان الرياجيل انقدوا عليك، اخر مرة جيت فيها يوم توفى خالي مسعد ودقيقتي وانت راجع. ما يصلح الكلام والله انقدوك على الديرة. قالوا ان كان الرجال دكتور فاهل الصحية كلهم دخاترة. جاوا الرياجيل معانا وقعدوا عزا ثلاثة ايام والرياجيل اطوال شورب وما في شيء. انقدوا عليك يا مساعد، ما يصير كذا. هذا انا قلت قلبت الدبابير والتفاكير فقلت لا ما يصير، لازم انا اطمر للرياض واشوف مساعد واخذ علومه ثم انكس لهم. انا اسف طال عمرك عندك رحله بس يا شباب. اسلم 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 قم يا ابن الحلال. الحكي والبربره هذيل في بعدين نتكلم انا وياك فيها، انا الان عندي رجل مهم مشغول. لا مساعد انا ما عندي مشكله، اقعد وتناقش وشوف الامور فلف السوالف وانا قاعد عندي ما عندي مشكله. الله يهديك يا شرار اطلع عند خالد الله يرضى عليك شوي لين اناديك. وش خالد ذا؟ خالد مدير مكتبي. يلا خلص. اي ما يخالف، خلي الرجال خالد يجي هنا ونسولف انا وياه سوالف علوم الرجاجيل ونقعد هنا لما تخلصون ان شاء الله شغلكم ثم نقبع كلنا. يا شرار افهمني ترى كنت بسختها مره واحده، خالد مشغول وانا مشغول. صدقت والله المشغول لا يشغل، خليه في شغله وانا رجال بقعد هنا لما تخلصون ان شاء الله نقاشكم ثم بعدين ان شاء الله نقبع كلنا. يا رجال اسكت. قم يا رجال خليني قم اطلع عنده برا خلصني. وجه الله يعني قصدك تطردني اطلع برا؟ ايه وجه الله تطردني مساعد يطردني. شفت هل القرية كلهم يقولون ان مساعد من يوم جاب هالشهادة وهو بازن بعمره؟ انا ما صدقتهم وقلت لا مساعد تكالب، لكن الحين لا والله اني غسلت يدي منه. وش انا كنا جايين اشحد منك انا؟ الرجال اللي جاي من هالقرية ابي اسلم عليك اخذ علومك ثم انكس تقول لي اطلع برا. يا شرار افهمني فجتني انت فهمني، انا ما قلت لك اطلع برا، قلت لك انت ظلي برا. ما يخالف انا بحكم هالليلة. تعال يا رجال تعال نعم 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 قل لي نعم وش الفرق الحين بين انتظر برا ها واقعد برا واطلع برا؟ ما هي كلها شيء واحد؟ لكن وش تقول؟ وش تقول بعض الناس اذا الله اعطاهم وتكبروا على الناس وبزوا وعلى منهم؟ ولد خالد متشيش. اقول الظاهر انت فهمت قصد الدكتور مساعد غلط، ترى هو ما يقصد اللي فهمته. يا رجال حتى انه لو انه يقصد انا ما همني، لكن زبده الكلام انا لست عندي مانع ها انكم تكملون نقشكم اللي بديتوا فيه، تفضلوا ما عندي مشكله. نقشنا؟ اي تقصد نقاش؟ يا رجال نقاش. نعم ظاهر والله العالم انك انت رجالنا تكانه. تسلم. رجالنا ما يحتاج، ما اثرت فيك الدنيا وما خلتك تكبر على اهل بربعك. يا زينك انت والله. تسلم. شوف طال عمرك انا رجال ما تاثر فيني الزبركت ولا لبس البشوت ولا المواتر. بعض الناس طال عمرك اذا الله اعطاهم ها ترززوا بالبشوت ترززوا بالمواتر ومن وهم شفت طال عمرك احنا عرب اصلنا واحد، احنا يا بدو يا بوية. أوهام بس الظاهر أنت من مواليك، من مواليك والله العالم. نعم. ومن نخرك وفنخورك أن أبوك ما هو بدوي ها؟ أبوك ياهو 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 فلاح ياهو حرفي، دور على واحدة منه دور ها؟ أقول شرار عن الغلط. شرار؟ شفت بزاعد ولد خالي سوير ها؟ من الله خلقه هو يكره الصدق، يكره ان الناس كلها تدري ان ابوه كان بدوي تقرون. لا حول الدنيا. المهم وش قلت طال عمرك؟ انا للحين ما ادري وش السالفه. وش قلت؟ الوالد الله يرحمه. الوالد الله يطول بعمره موجود وعايش. ما مات؟ المهم وش كان؟ هل كان فلاح ولا حرفي؟ شو اسمه عاد هو لا كان لا فلاح ولا حرفي. اي عرفت، كان راعي بحر غيص صح؟ والله احنا عاد نتشرفهم كلهم بس عاد ولدي بعد. لا وش قال ابوك؟ وش قال يسوي؟ لا اله الا الله. اقول طال عمرك انا اسف، وش رايكم نأجل النقاش الى العصر في مكتبكم طال عمرك؟
يكون أزين يا دكتور مساعد. أنا أستأذن الآن. يا رجال وش تستأذن؟ لسه تو الناس أنتم ما خلصتوش نقشكم. ما يجوز ما يجوز. أخ شرار، أنا عندي ارتباطات ومواعيد مهمة ولازم أروح لها الحين. مواعيد مهمة موعها؟ هذا أنتم يا المرتزين كله بس مواعيد مهمة وعندي وآخرتها. تروحون تزورون أمهات حريمكم عشان ما يزعلون عليكم. أخ شرار تراك طولتها. أقول مساعد مساعد مساعد. الرجال ذا وين يشتغل فيه؟ الشيخ تركي من كبار رجال الأعمال. أقول تركي، أنتم يا رجال الأعمال ما في شيء يغتركم في هالدنيا. أقول طال عمرك بمناسبة يعني هذا اللي قاعد الشعيد، ها؟ إذا تخبر لي رجال عنده بيجر وده يبيعه فأنا شرعي تكفى. يا أخ شرار، مكتب الخدمات الإدارية عندي في مكتبي هم اللي يهتمون بهالأمور هذه. أنا ما عندي إلا بيجري وكان تامر عليه تراه مقدم. والله يا طول العمر إذا مالك به لزوم يعني ما هو بمحرجك ولا شيء فما يخالف واقول لك من الشاكرين. لا بد ما في شيء، ممكن تستخدم البيجر هذا الى ما ادبر لك زياره بديل. معم شلون؟ ما ادري انا والله الناس كلهم يقولون معم ما ادري يعني انه ياصل لكل قريه وكل ديره. اي هو معمم. ايش فشلت الله يفشل. انا قلت عمرك ما يحتاج تعطي بيجر، في اجر كثير عندنا الله يطول عمرك. انا اعطيك بيجر الله يحييك. لا سوالف سوالف سوالف، عندك بيجر اعطني اياه عشان ارد للرجال بيجره ولا نضيع علي الفرصه السعيده فيه. يلا يا شيخ اعطي الرجال بيجر. يلا رجاج رجاج الله يرجك اعطى بيجره. اقول يا شيخ تركي نعم. تكفى طال عمرك اذا يعني مالك لزوم بهالبيجر فانا باخذه ودي اعطيه اخو مساعد الصغير ولد خالتي مسكين ضعيف عليه قول صح. فاذا كان هذا البيجر هزاز رجاج فابغاه يرجه 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 لين يرد عقله محله. قل لي ولا انت مختلف معايا جمله وتفصيلا؟ تقهوى تقهوى يا بني تقهوى. الله يخليك. اقول يا ابو شراب اسلم وراك ما رحت معاه انت. وشو اللي حروح معاه؟ رجاله يدبر عمره ولا ولد خالته قدامه وبيسنعه. اوه الدختور الدختور دختور ولا يعرف يعالج؟ دختور ما يعالج؟ ما عرفنا له. بس اقول اتهقى انه بيسنع الموضوع. عاد انا حرصت عليه الرجال ونصحته لكن هو ما ينخاف عليه، ذيب وفطين ولا يخاف عليه. اقول بس ان الموضوع ذا كبير ويبي له اسلوب ويبي له لسان ضطوله. ولدك شرار الله ما انا منحتي زين يا رجال. ما عليه ما نقصي منحتي يوفيه الدكتور. فهمت الله يخليك لوميمتك. والله انا فهمت وما فهمت. وش فهمت؟ فهمت انك ما ودك اني اتكلم يعني اصير رجال اطرم. طيب وش اللي ما فهمت؟ ليش اصير اطرم؟ اعوذ بالله. يا ابن الحلال انا ما قلت لك تصير اطرم. انا قلت لك ناس ما تعرفهم لا تدخل في حكي معهم. بعدين الامور العائليه ذي ما تناقش قدام الاغراب. اسمع يا مساعد يا ولد خالتي شهير، اسمع الكلام. انا رجال ما عندي بربسه ولا عندي لف ولا دوران ولا شيء. انا الرجال الواضح مثل ما يقولون الناس الرجال الستريت. ستريت ايه. بعدين انا اسمي مساعد ولد صالح. وش جاب سيره الوالده في الحكي قدام الاغراب؟ هو جو وش فيها امك؟ وش فيها امك شهير؟ حرمت ان شالت في بطنها 9 اشهر وانت ما تنتبه للسماء. قل لا يا مساعد خذ مني الكلام. انا رجال ما احب اللف ولا الدوران ولا الربسه. انا رجال ستريت كذي. ستريت؟ من وين تعلمت هذه؟ هما العامل اللي عندنا الجديد، ها؟ كل ما ارسله ابوي للسوق يقول له اسمع لا تروح لا منا ولا منا ولا منا، فيرد عليه العامل يقول حاضر بابا حاضر بابا بروح ستريت كذي. ايه على العموم انا اقعد افهم فيك ولا ما افهم؟ وانت اصلا ما انت عارف الفرق ما بين ستريتك وستريت العامل اللي توكم جايبينه. الله اكبر. زين يا راعي التعلوم يا دكتور، وش الفرق؟ دكتور دكتور مش دختور. انا ما ادري شلون شالوا هالكاف وحطوا بدلها خاء. على مو اسمع. ايه انا ماني فاضي لك بصراحه. اسمعني انا وراي مواعيد وراي اشغال. قل لي وش برنامج خلصني يا اخي. انت طال عمرك ما من برنامج لكن انا قلت اني اجي يعني اجدد العهد بكم واسلم عليك وبارك لك بالوظيفه الجديده. وكنت معذور ببيجر واحد لكن الله ارسل لي اثنين حق تركي وحقك.
ثم لأن الوالد بخير ويسلم عليك ويقول وده إنك تساعده في موضوع زراعيته. وش دخلني أنا؟ وجو شو وش دخلك فينا؟ قصدي وش دخلني في الزراعة يا أخي؟ ها من دكتور وصاحب منصب وظيفة؟ عودنا دكتور دكتور يا يعني. هات الأوراق. هذه معاملة الزراعة. وش تدي؟ مطلعها من الخيمة بقرة؟ يا رجال الزبدة تعرف أحد ولا أتصرف أنا؟ وشلون يعني تصرف؟ يعني أكلم الشيخ تركي وكاد إنه يعرف رجال إني خلص لي الموضوع كله. لا 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 إلا تركي. اسمع حو إلا تركي أرجوك. اسمعني اسمعني زين. أنا شخصيا أعرف واحد صديق لي وصاحب فزعات أبرسلك له يسلم عمرك. جزاك الله خير جزاك الله خير. لكن مساعد تلقى يمدينا عليها اليوم دي تخلص؟ أوه أنا بوصيه يمديك تخلص وترجع. الله يسلمك. أرجع أرجع وين؟ ترجع للديرة الهالك هناك. أرجع سلامتك. لا لا ما أنا براجع للديرة الحين. أنا يقالني أنا جاي عشان أتلين عندكم تقول يرجع للديرة تلين؟ شلون تلين يعني؟ بتلين يعني كذب 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 كذب. يا شرار يا شرار يا حبيبي احنا في عز القيظ حر حر يلهب تسبد بلاهب تقول لي بتلين؟ اي لا اي اي واحنا رجاجيل ما نتلين الا في عز القيظ كذب. هذه والله المشكلة والله نشبة. حبل الحلال انا قاعد عندي يومين مو بعيد انطرد من وظيفتي مو بعيد حتى أجرد من درجة العلمية. شاعت وش فيك قمت تهذريب كأنك أخوك الخبل اللي في القرية؟ يا شرار يا شرار الحقيقة راح عن بالي يا أخي الله راح عن بالي مع فرحة يوم شفتك إني أقولك لك هاليومين هذه عندنا ترميمات في البيت تعرف فعاد أقول في خاطري علشان تلين على كيفك ليش ما أحجز لك طعامك في فندق تلين فيه على كيفك على حسابك؟ بالحيل على حسابي ونص. زين والماكل والمشرب؟ زين مثل ما قلت لك حنا يعني عندنا ترميمات كذلك المطبخ من ضمن البيت تعرف يا أخوي شرار حنا أنا والعائلة أيه؟ ناكل من السوق. أنت عاد الحين دبر نفسك يا تاكل من السوق يا من الفندق. والله أنا الصراحة ما أحب الفندق ولا أحب أكل الفندق لكن كرمال عينك كرمال عينك أنا موافق بس على حساب. بالحيل على حسابي ونص. زين والمواصلات؟ وش فيها المواصلات؟ هل معك موتر؟ عندي موتر لكنه قربع مدردع يبي له صيانة. طيب يا أخي سوي له صيانة. وهذا اللي بيصير. عاد أقول أنا يا مساعد يعني ليش ما تعطوني موتر من مواتير الشركة أدبر أموري فيها؟ ثم بعدين تأخذون موتري القرباع وتصلحونه. شرار ما هو علشان أمك أخت أمي تضطهدني. طيب أمك أخت أمي أنا وش علاقتي في الموضوع؟ والسيارة هذه لازم يكون فيها تلفون. عشان اقدر اتابع اموري في القريه ولا تبيني مساعده ترزز عندها الكباين جزاي جزا غيري؟ لا حاشاك. هي لا انت ترزز يا استاذ انت لا ما ترزز عند الكباين والله انت فوق راسك حيالتك كامله. شوف يا مساعد المساله يعني ما تحتاج الى احراج شديد وتضيق على نفسك اذا انت تقدر فلا باس. ما تقدر ولا اكلم الشيخ تركي يدبر لي موتر من عنده؟ لا إلا تركي واللي يرحم والديك أبعد عن الرجال نهائيا. اسمع سيارتي بيجي بيتي مكتبي تحت أمرك يا أستاذ بس أرجوك رجاء أبعد عن تركي. اي أرستك تكذا. أنا أكلمك الحين من سيارته شخصيا. اي بالله يا رجال لو أني احترمته وقدرته والله ما يعطيني وجه لكن أنا ذهين استخدمت مواهبي كلها في الكشف عن أسراره القديمة وشوفت عينك هذه مواريها. سيارة طويلة تلفون بيجر والله يا عبيد لو تشوفني أقرويك وأنا أقوز شوارع الرياض قز أقول عبيد إيش رأيك تجي أنت بس أنت وإمبريك تزوروني في الرياض هنا والسكن علي في الفندق. قلتم الغرفة ما فيها إلا سرير واحد بس الأرض ما شاء الله عليها واسعة تشيل 9. يا رجال بس تعال بس تعال يحرم نستانس وناسة. تعال أقول عطني الأرقام اللي في دليلك كلها خلني أكلم بس اللي يعرف واللي ما أعرف تليفونه بلاش ربحه يبين. أقول شوف حمدي راعي البقالة إيه خله يعطيني رقم تليفون أخوها اللي في الصعيد البراني وخاله بعد
اللي في وجه ابلي. خليني اكلمهم واطمنهم عليه انه رجال ما عليه خلاف مستانس. يا رجال جيبه بس، يا احنا بنستانس وناسه. اقول عبيد وفي الوقت نفسه بعد خل جاويد، ما غيره جاويدي، يعطيني تليفونات اهله اللي في الهند. ايه واحد في ترفندرم واخوها الثاني اللي في كوزها كودي. خليني اتصل عليهم اطمنهم عليه واشوفهم كان السيول قشتهم ولا ما قشتهم. واعلن في الديرة كلها انشرار في الرياض يبي يتلين كم من يوم، واي واحد يبي خدمة انا مستعد، ما عندي مشكلة، بس يتصلوا يعلمني. يا رجال لا لا يتصلون بالتلفون خشاير، قل لهم يهزوني بس. عبيد انا قلت يهزوني؟ انا اقول يهزوني بالبيجر، يتصلون علي وانا اتصل عليهم واشوف كل المواضيع. لا باش يا وجه الله عبيد، يا احنا في هالرياض ذي مع اللي حوالي يقودوني في الشارع، يا احنا طالعين نطخهم يا عبيد. يا عبيد سك انت. لا سك انت اول بعدين انا اسك. حلفت بالله ما يسك الا انت الاول. يا رجال سك. سك يا عبيد. عبيد بغيناها صكت تليفونه، طلعت صكت موتر. وين شرار البشر راح؟ مشغول التليفون طال عمرك. دق له بيجر خلصني. اي بيجر؟ بيجري انا. اذا بغيت الشخص ده بالذات دوره في اي شيء يخصني. ها جردني من جميع ممتلكات الشخصيه. زين بدق عليه بيجر لرب محول عليك رضو. زين زين. وش البلشه ذا؟ وانت وش تبي؟ انا طال عمرك طال عمرك ابي ورقه اصلاح اودي السياره لورشه. ورقه اصلاح؟ اي. واللي صدمك وينه؟ الله يستر عليه، الرجل راح وسامحته. طيب انه وش عرفنا انه هو المخطي وانت اللي سامحته؟ طال عمرك وش الكلام ذا؟ الله يسلمك، انا رجال ثقه ولد حموله ما اكذب، الكذب ما هو رجع جيب. ثم انا طال عمرك بيجرت حقي. طال عمرك انا ولد خالتها الرجال، ولد خالتي الدكتور مساعد رجالا تكانا. شوف المفروض انكم انتظرتوا في موقع الحادث لين يجيكم، او على الاقل كتبتوا تنازلاتكم وشحنتوا على اثنين. هذا صحيح طال عمرك، بس هو مسكين يعني عامل ضعيف ضعيف، لا له اول ولا تالي ولا بالي كلش. وبعد السياره مين له؟ والله حاجه طويل العمر. لا الكذب خيبة، ما ادري ان كانت هي له ولا الغير، ما ادري ما ادري ما ادري. زين عطنا تليفون اتصل فيه. ما خذيته. ما خذيته؟ اجل وش خذيته بسلامتك؟ اخذت رقم السيارة. كم رقم السيارة؟ اسمع اجيبه اجيبه طال عمرك اجيبه. تعال وين تجيبه؟ من برا طال عمرك اجيب رقم السيارة من برا. رقم من برا؟ اي طال عمرك اي اجيبه، خليني قول لي راح اجيبه. تفضل. اروح؟ راح. شكرا. أكيد إن الرجال هذا مو صح. جبته طال عمرك. وش اللي وش هذا؟ هذا طال عمرك رقم موتر الرجال اللي صدمني وسامحته، وقتها ما كان عندي قلم قلت آخذ الصدمة بلوحته، ذهين صح؟ أكيد إنك مو صح. أنا طال عمرك شرار، ولد خالتي اسمي مساعد بعد. ها وش سويت؟ ساعتين والتلفون مشغول، يوم دق مغلق، وبيجر ما يرد. طيب والفندق؟ يوم راح لهم مع المندوب ما رجع لهم مرة ثانية. هذا والله البلشة. فيه مواتر طال عمرك؟ أنا ما يهمني مواتر، أنا يهمني التقرير اللي بشنطة السيارة اللي معه، لازم أسافر فيه لجدة. خلني أحاول مرات ونشوف. راح الله يرضى عليك بسرعة. والله البلشة. إي والله يا من شراله من حلاله عله. باختصار حضرتك صدمت أو انصدمت، الله العالم وش اللي صار. وسيارتك أكيد راح توطي، وسيارة الطرف الثاني بعد، وأضف إلى هذا أن السيارة مهب لك. طال عمرك أقول الموتر الولد خاطي جهيل معك من التفويض؟
يا طويل العمر أقول لك ولد خالتي. أنت تعرف أن ما بين عيار الخالات يعني ما بين أوراق ولا تقارير ولا تفاويض، أنت عارف. أسمع أشب، ولد عمتك ولد خالتك ولد جدتك الكلام هذا ما يهمني. اللي أعرفه أنه لازم يجي ونتأكد، ولازم يجي الطرف الثاني بعد قبل ما نسوي تقارير وأوراق إصلاح. شوف طال عمرك، شوف سووا اللي تبون، مرخوصي موتري وعند بابكم، رقم اللوحة السيارة الثانية هذا هو مسدوح قدامكم. واسمح لي طال عمرك أنا ودي أروح الفندق، بس تكفى اللي حترغانا تكفى، لا تنسى تعطي الرجال راعي الوينش اللي جاب الموتر، ها؟ ومرخوصين وما تشوف شر. سلام الله. تعال تعال تعال، بروح الفندق أبد رجع. على إيش تتعب نفسك وتروح للفندق؟ فندقنا هنا أسين. ما شاء الله عليكم، فتحتوا بعد أنتوا فندق؟ يا جندي. ها؟ وشو له الفندق؟ ها؟ ألو مرحبا، فندق السعادة. أهلا وسهلا. لا والله أستاذ شرر مش موجود. لا ولا اتصل. حاضر أول ما يجي بلغوه. يا هلا بك. يا أخ شرار، الشركة مسكرة وتخبر اليوم عصر الخميس ولا فيها أحد مداوم. ولد خالتك رقمه للأسف مو مسجل في الاستعلامات، وراعي السيارة مقدم شكوى بأنك أنت اللي تسببت في الحادث وضحكت على مكفولة ورحت وخليته. يعني إفراج؟ وين إفراج معه؟ الله يسلمك، حنا مضطرين إذا ما لقيت لك كفيل أن ننتظر حتى يجي ولد خالتك ويأكد لنا فعلاً أنه هو اللي أعطاك السيارة، وفي الوقت نفسه نشوف كيف وقع الحادث ونحدد نسبة الخطأ وتكاليف الإصلاح. يعني أنا بقعد أتلين عندكم؟ والله آسف، بس هذا هو النظام. زين يا طويل العمر زين، ممكن يا لحية الغانمة تكفى تكفى، اطلب لي ابوي يخليه يجي يشوف لي دبنه في الموضوع تكفى. ما في مانع، كم الرقم؟ ما من تليفون ما من تليفون، لكن تكفى اطلب الشرطه اللي في ديرتنا خلهم يجيبون ابوي، يجيبون مخفور القوي. الله بعد لسه ما رجع؟ انت متاكد يا اخي؟ طيب شوف المفتاح حق الغرفه عندكم في الاستقبال ولا لا؟ موجود عندك؟ اي معناته ما رجع. طيب شكرا يا اخي. وين راح ذا؟ حيكون اخذ سيارتي وراح يشخص فيها في الديره هناك. هو بعيد. تليفون مسكر. بيجر ما يرد. حيكون حصل على شيء لا سمح الله. مرحبا الحوادث. علشان كذا خلينا عندنا ودورنا عليك ما حصلناك لا في الشركه لان الشركه مسكره. نعم. ورقم تليفون بيتك ما هو مسجل بالاستعلامات. نعم. اضف الى هذا ان السياره باسم الشركه، يعني ما في اي شيء يدل عليك. الحقيقه انا متاسف اني اعطيت السياره بدون تفويض، هذا مؤكد. كنت تقدر تقول هو بصراحه اخذها مني وتفكيري كان شبه متوقف. مساعد؟ زين يا مساعد، كذا زين يعني؟ تعطيني موترك بدون تفويض عشان يحجوني؟ وفوق هذا وذاك بعد تخليني في الحجز لهالحين؟ لكن وش اقول؟ وش اقول؟ بعض الناس اذا الله اعطاهم نعمه قامت تبطروا علينا. الله المستعان، اذكرك بنفسك يا مساعد وش كنت يوم انك صغير؟ ولا بس؟ ماني بقايل بسكت، بستر عليك. خير ان شاء الله، انت بالك مسجل؟ الرجال متعني وجاي بدل ما تتاسف له وتقول له هالحكي. يا طويل العمر انت ما تعرف شيء، ما تعرف شيء. انا ما اعرف يا وجه، قصدي ما تفهم شيء. انا ما افهم. لا لا يا طويل العمر، الواحد من الناس دولة ها اذا صار دكتور خلاص الناس كخه ما لهم قيمه عنده. يا طويل العمر ذا ولد خالتي يسوي فيني كذا؟ تدري وش معنى ولد خالتي؟ تدري ايش معناه؟ اسمع يا دكتور، اي انا لو هذا ولد خالتي قل له ما طلعته وخليت ذنبه على جنبه. وهذا اللي بيصير. سجل عندك لو سمحت انه هالرجل ذا اخذ سيارتي بدون علمي وانه مسؤول عن جميع الاضرار اللي تسبب فيها.
يعني حضرتك منت الكافله. هالحين انا اطالبه كيف اقفله؟ افا والله اللي ما له خاتمه. مساعد تكفى، انا ولد خالتك تكفى تكفى يا مساعد. نسيتني؟ ما اعرفك ولا عمري شفتك. مساعد واللي يرحم والديك تكفى فكني تكفى. انت تخبر يعني انا واحنا صغار انا واخوك يوم تصاقعنا بروسنا علينا نقول صح شوي تكفى. الكلام الفاضي ده اخوي عليك تصح؟ الله يسلمك. لا ما عليه، انا يوم صغير سكيت راسي في الجدار وصار علي يقول صح. مساعد انت تدري اني بثري شوي وثرثار ودائما انك انت ما تواخذني اذا غلطت عليك ولا فشلتك. تكفى. يعني تعترف انك فشلتني واحرجتني قدام الناس. مساعد هذا مو هو انا، هذا اخوك يقول اذا انك تبي شيء من مساعد فشله قدام الناس وبيعطيك. طيب والحين؟ الحين تكفى واللي يرحم والديك. تكفى طلعني طلعني واللي يسلمك. واوعدك اوعدك اني ما اطب الشركه هذه ولا عاد افشلك. خذ هديه بيجر. خذ. ما شاء الله. لا وصاك بعد ليه؟ يا مساعد البيجر ضي يهزز لي طول النهار يهزز لي يهزز يهزز. دخت صكيت البيجر. ان شاء الله. خلاص يا حارس الضابط، انا المسؤول عن تبعات الحادث هذا كله. فكوه وانا المسؤول. خير ان شاء الله. تفضل اقعد هنا. بسم الله. شكرا. مع السلامة حسن. مع السلامة. مساعد بس الله لا يخليني منك. الله يسلمك يا مساعد يا ولد خالتي. انا قايل في الديرة قايل قايل مساعد ولد خالتي ما في احسن منه ما في احسن منه. الله الله يسلمك يا مساعد. اقول مساعد تذكر يوم انك صغير يوم من خالتك؟ خلاص قدامي ان شاء الله قدامي يلا. يا اخي جبتني الصمرقة. انت ما عمري دخلت قسم بوليس الا لما جيت انت شرفت. اعوذ بالله منك. وراك ترافق عليك يعني ما كفاك اللي سويت فيه؟ اسمع يا مسعود اسمع، انا رجال ابي سياره بتلفون. الحقيقه انا ودي اقعد اتلين كم من يوم في الرياض هنية. ما في سياره ولا في تليفون. والفندق قلت لهم الليله فقط، بكره تاخذ سيارتك وتفارقني رحله لك. ومعامله الزراعيه انا راجعها بنفسي. مساعدوه اسمع اسمع يا مساعدوه، ترى انا احترمتك بس عشان انت قدام الضابط بس. ولا انت مساعدوه مساعدوه لو تجيب 50 دكتوراه. اسمع ابي انا تليفون وبيجر وموتر، ولا ترى باتصل بالاستاذ تركي وبعلمه بالتطورات الاخيره كلها. اصلي انا الغلطان اللي يعطيك وجه. شوف راح وخلاني مساعدوه. تكفى يا مساعد تكفى يا ولد خالتي تكفى، لا تروح وتخليني تكفى. يا اخوي انت مصيبه، انت جبت لي الصمرقه. انت احد يا اخي مسلطك علي؟ انت عارف كم تكلفه هالسياره اللي انت عدمتها؟ مساعد تكفى، انت تخبر يسموني في الديره البثر البثر علي يعني شوي قول صح، لا تاخذ وتعطي معي مالك مني. لا اخي فارقني. مساعد اطلع. تكفى يا ولد خالتي يا مساعد تكفى، الله يرحم والديك. مساعد راح وخلاني والله لعلم الديره كلها. اقول مساعد راح وتركني. تكفى يا مساعد افضى فنخورك. ها صدق قصتكم شفناها عرفنا فحواها ومغزاها، صدق قصتكم شفناها عرفنا فحواها ومغزاها. فكر فيها ولا تنساها فكر فيها ولا تنساها، دور على قريبك دور على قريبك وامحاها امحاها. بيب 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 يا مخطي ومصيب، بيب 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 شفتوا العذاريب، بيب 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 يا مخطي ومصيب.